الله يحيي الله يحيي دكتور بشار الأسد. شكرا. اليوم أكثر رغبة واستعداد وجاهزية لاستقبال أبنائها، هذا الإقبال هو تعبير عن رغبة السوريين للعودة إلى وطنهم ليكونوا هم من يعمرون ما هدمه الإرهاب. نحن بهذا المشهد الذي يكبر كل ساعة نستبشر بأن السوريين، كل السوريين بمشاربهم بمناطقهم بأعمارهم المختلفة بمسيحيهم ومسلميهم مطارنتهم وشيوخهم نسائهم ورجالهم السافرات والمحجبات، كل سوريا بكل نسيجها تريد سوريا التي عرفوها قوية آمنة مستقرة. لا قدام يا جماعة، لا قدام.